جد سعداء بالمشاركة اليوم في هذا المنتدى الجهوي للمنتخبين بمشاركة السيد الرئيس. مناسبة جد مهمة واللي كتدل على الموقع والأهمية نتاع المنتخب داخل المؤسسة التجمعية. هي فرصة كانت كذلك لتبادل مجموعة من المشاكل والحلول اللي كتعاني منها الجهة. كانت مجموعة من الورشات، شاركنا في الورشة المتعلقة بالإكراهات وفرص الاستثمار داخل جهة الشرق وكذلك خلق فرص الشغل. طرحوا الإخوة المنتخبين مجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها الأقاليم ديالهم وكتعاني بها الجهة بصفة عامة. أهم المشاكل هي بطبيعة الحال العزلة نتاع الجهة، هي كذلك يعني ما كاينش واحد دعم أو تحفيز للمستثمرين. كاين مجموعة من المشاكل التي تم طرحها، وكذلك تم طرح مجموعة من الحلول والمقترحات التي سوف يتم عرضها على السيد الرئيس من أجل يعني الدفع بعجلة التنمية داخل الجهة وخلق فرص الشغل داخل الجهة.